أولاً هذا فخر لكل المغاربة، ولكن أيضاً فخر للأساتذة والإداريين المسؤولين عن التربية والتكوين بالمغرب، لأن الحمد لله هذا الفوز دليل على أن التعليم والتكوين بالمغرب ما زال بخير وعلى خير، وأنه لا يمكن أن يستهزأ به، بل هو في المستوى الرائع، لأن هذا الفوز كان أمام دول عريقة في مجال الطب وخصوصا في مجال المحاكاة. إذن نحن بطبيعة الحال كرئيس جامعة ندعم كل المبادرات، نشجع من أجل أن يكون تكوين ذو جودة عالية، وهذا دليل قاطع على أن هناك جودة في التكوين بالجامعة المغربية، ولكن الجامعة المغربية خصوصا. فهنيئا لهؤلاء الطلبة لأنهم شرفوا المغرب وشرفوا التكوين وأعطوا دلالة قاطعة على أن التكوين المغربي عنده الجودة دياله العالية ويمكن يكون في المستوى التنافسي العالي.